الناخب الوطني ألان جيريس الدعوة للمشاركة في كان مصر 2019. تذكر سادة المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725 ألف، تعطيونا رأيكم في الموضوع هذا 71 725 ألف. نبداو نستقبلوا تليفونات نتاعكم، بداية مع أشرف. أهلا بك أشرف. مرحبا، شنو عليكم؟ بساليكم. مرحبا بك، منين تكلم فينا أشرف؟ من باردو. مرحبا بك. باهي، شنو رأيك في القائمة تاع جيريس أشرف؟ والله يا ساقبل كل شيء، الله المستعان، خويا ربي يعاونك. عايشك. والله شو نقول لك، قايمة خويا. أنا النطري نحب نحكي شوية على ساقبل كل شيء. مش هي جمعيتك سي عند؟ مسألتك شيء. والله كلوبيست. كلوبيست. نحب نحكي شوية على ألان جيريس. والله نشوفه إنسان يفهم في الكورة بصراحة. من القايمة نتاعو معناتها تشوف الجوارات اللي استدعهم الكل. تحسوا إنساني في الكورة كورة إنسان بالريزون. أنا نشوف واش ديك الشيء مثلا الاستدعاء نتاعو، نشوفوا واش هو تريز امبورتون بالنسبة للشير اليمين لكيب ناسيونال. تشوفوا خير من حمدي النقاز؟ والله حمدي النقاز مع كل احتراماتنا ليه، لاعبي عنده إمكانيات والكل، لكن في كومبيتيسيون أفريكان بصراحة ما نشوفه لاعبي. شوفني حتى في الكوب دي موند ما انت ما قدمش لي اضافه حتى في الزمالك. نشوف حتى خاطر مش قاعد يلعب، قاعد خاطر لو يدروال التجويلر نتاعهم مضروب. شو اسمه حازم امام ملعبي ما وريش حاجه كبيره كيب ناسيونال، وين راش انه اريد دروا يعني يلعب في كيب ناسيونال في لوني بو يعني بالرزانه هذيك. كنت فور دينيه سير انا ما نجمش يلعب يكون اريد دروا. تشوف شي فما لاعبين اخرين كان نجم يكونوا موجودين بصراحه. القائمه نشوفها قائمه معنيش حتى الجوار اللي انت كلوبيست ياسين الشماخي كانش نجم يكون موجود شفتو بعد بريستاسيون كبيرة الموسم هذا ومقابلة الديربي خصوصا. معناتها صارت ديجا صارت، معناتها ما ينجمش باش يبدل جوار بجوار. وياسين الشماخي بصراحة انا كلوبيست ونقول فرونشمون معناتها هو ملاعب صحيح، لكن كيب ناسيونال راهو سي با فاسيل انك باش تكون في الكيب ناسيونال. حتى اللي زاد تكون الموجودين توا انا نشوفهم صراحة هذاك الموجود معناتها هذاك اللي نجم يستدعاه، فهمتني؟ شكرا لك أشرف. نستقبل تليفون الموالي معنا حافظ. أهلا بك حافظ. أهلا أخويا أسلام. أهلا وسهلا، منين حافظ؟ من المزنكات. مرحبا بك. شو حبيت تقول؟ والله حبيت نقول أنا جينيرالمون معناها أي ليست لازم فيها ناس ترابية ناس مش رابية معناها، وهذيك هي معناها ديما الناخب ديما يقع معناها إن استراتيجي بالنسبة لي هو يمكن تراها أنت مختلفة هو يراها معناها هي صحيحة، فهمت؟ بالنسبة لي أنا معناها فخر دي بن يوسف معناها في حتى كما قال السي عربي جابر أنه يبقوا معناها فيزيكمون معناها إني با أو بوان معناها الحقيقة معناها لي بليسيور وكذا أثرت عليه حتى مع فريقه معناها الاتفاق السعودي، فهمت؟ بالنسبة لغندري والله يمكن كان نجم نعطيه فرصة خاطر تعرف أنت فيزيكمون معناها ليزافريكان نحن نشتربوا في ظاهرة إفريقية وتعرف معناها الفيزيك كونت معناها كونت برشا في الـ في الـ المستوى هذا الافريقي، فهمت؟ هو فضل عليه مارك اللمتي، فهمت؟ بون بالنسبه للملاعبيه يا خويا اسلام اللي انا كنت نتصور معناها نجم يعطيهم فرصه سيرتو معناها في التظاهر هذيا معناها بون مش خاطر كلوبيست معناها نحكي بصفه عامه. شكون قلت لي؟ فما الملاعبيه معناها اللي كنت نتوقع شكون يعطيهم معناها، فهمت؟ مش خاطر انا كلوبيست ولا حاجه، معناها نحكي بصفه عامه، فهمت؟ اي شكون ما قلت شكون؟ اي مثلا واحد مثلا كيما حمدي المرزوقي مثلا. شكون؟ صراحه حمدي المرزوقي مثلا تاع نادي ابي سليح. علاء الدين المرزوقي، اي حصل على حمدي المرزوقي. علي معناها عنده ان سيزون معناها بصراحه كبيره برشا، فهمت؟ مع فريقه معناها في الدوري. صحيح. زاد كذلك ياسين الشميخي معناها اللي هو بوتنسيال نتاعو معناها بس الكل معناها وافقوا اتفقوا اللي هو بوتنسيال به نجم كان يعطي حتى فرصه معناها ولو في تبارك ابن هيد. الزوز هذوما تشوفهم كان نجم يكونوا موجودين. باهي بالنسبه لمالك اللمتي لاعب شاب من عام 2001 18 عام يلعب في ليفركوزن اول مره في المنتخب الوطني التونسي تقريبا. يمكن انا كما قلت قبيليك نتصور حتى سامي يصحابهم ما يعرفهمش مازال. شنو رايك في الاستدعاء هذا؟ شوف هو الحقيقه ثم استراتيجي نتاع كي عيط اللمتي وعيط كلكو جوار معناها اللي هما معناها اقل من 20 سنه انه باش ما يعملش الغلطه نتاع معناها يمكن نتاع جواريت اللي كانوا نجم يقمت في المنتخب زي المنتخب وضيعنيهم ميدينا بصراحه. هي ما كومبيتيسيون كبيره هذه كاس افريقيا. باش يعطي معناها
اروندمون كبير باش مازال كيتعرف على جوارات اثر معناها من دي كوكيبي نتاعو فهمت. وان شاء الله على كل حال نتمنى هو ما شاء الله عليه المورفولوجي نتاعو كبيره برشا مفيد معناها. قلت لك هو المورفولوجي نتاعو كبيره برشا ما شاء الله ما سيرتو لا مازال ما نعرفوش حتى احنا مازال الشعب التونسي الكل ما يعرفوش عنده اللاعب هذا في ساقيه. هو الحقيقة هو ان جوغ دافينير معناها نتاع المستقبل ما تنجمش معناها توا تستنى منه حاجة هذاك دافينير كما قال البارح ما عرفش كان سمعت خويا اسلام السي وديع الجري قال هذاك ان جوغ نتاع معناها 50 جايين فهمت. صحيح يعطيك الصحة بارك الله فيك حافظ شكرا لك ميرسي بيان ميرسي بيان. نستقبلوا نذكر قبل ما نستقبلوا تليفون الموالي كمال السادة المستمعين تكلمونا على 71 725000 هلا بيك كمال. الو خويا عسلان شنو الأمور؟ والله لا صح لاباس والله لا باس الحمد لله كرفيك من معتمدية مارس ولاية قادس خويا. منين تكلم فينا كمال؟ من معتمدية مارس ولاية قادس. مرحبا بك وكل وبكل مستمعينا في ولاية قابس وفي ميرث بالتحديد. ايش حبيت تقول كمال على على القائمة تاع المنتخب؟ والله حبيت نشوف القائمة استدعاء الناخب الوطني ثم هذو هما الجمهورات الحاضرين اللي نجم يمثلوا تونس حاليا مبدئيا فهمتني؟ ونتوسموا فيهم الخير ان شاء الله يعني يعطوا اضافة للمنتخب العناصر. وخاصة دعوة اللاعب الشاب الجديد المنتخب اللمسي. عندك نسبة اللمسي ونسيم هنيد وصرافي صارم عندهم مستقبل كبير يعني في المنتخب الوطني. ما نعرفوش ما نعرفوش اللاعب هذا مالك اللمسي تشوفوا في كومبيتيسيون كيما كاس افريقيا ينجم يكون يقدم الإضافة معناها؟ ينجم يقدم الإضافة ثم ونجم ياخذ يعني يندمج مع المجموعة ونسحقوه في المنتخب الأولمبي إن شاء الله. بالنسبة تشوف شي من لاعبين آخرين كان لازم يكونوا موجودين؟ والله حاليا خويا نتصور يعني هذوما الجوالات الحاضرين يعني ما فماش جوالات آخرين باش ينجم يكونوا حاضرين يعني حسب ما نشوف هنا يعني. أنت ستايدر ولا زليزة؟ ولا هذي الهيف؟ مكشخ أنت مترجي أيه. سعد بقير برشا يقولوا كان لازم يكون موجود. والله خويا نجم يكون وما نجم يكونش خاطر سعد رجع كان مدة أخرانية يعني صحيح ما ظلموش معناها جيريس كما عيطلوش. لا بالطبع ما ظلموش يعني نجم نقولوا ظلم شوية فخر الدين بن يوسف يعني بعت على القائمة ولكن يلزم الانسان نقول احنا يخدم ويصبر وامتى تجي فرصه اخرى ينجم يكون سيرتو مازال صغير 25 عام اكيد ايه اكيد وان شاء الله خويا مربوح عشان يشرفونا في الكام هذاتي وربي معاهم ان شاء الله. شكرا لك كمال يعطيك الصحة ومرحبا بك. نمشيو نستقبلوا تليفون موالي كيف كيف نذكر 71 725000 هو الرقم اللي تطلبون عليه. وليد اهلا بك. عسلامة مرحبا. منين تكلم فينا وليد؟ تكلم فيكم من المستير. مرحبا بك وبكل مستمعينا في المستير. شنو حاب تقول على القائمة وليد؟ والله باش نقول حسب رأيي يعني من محبين النجم الرياضي الساحلي. مرحبا بك. عايشك. فراس بالعربي كان ينجم يكون موجود في القائمه. صحيح عدى سيزون كبير سيرتو في اخر الموسم ولو انه وليد ماهوش قاعد يلعب برشا حتى في ليتوان الثلاثه ولا اربع مباريات في اخر الموسم بدا يرجع يلعب شوي في اخر الموسم من الخمسه مباريات الاخيره اربع مباريات الاخيره يلعب اساسي و براتيكمون جاب البارتيات الكل اللي توال هو وين يدخل يقدم الاضافه صحيح كل مركز هو قلت لك ندخل في ماتشات ليتوالي قدم الاضافه يعني مالك حتى كي كان على البنك معناها يسجل بعي وليه ما تشوفش كان نجم يكون موجود بعي وبحكم الاصابات الاخيره اصابه خفيفه مش جراب معناها بالنسبه نتاعو معناها ايه من الاربع ولا الثلاثه ماتشات الاخرانيين كان مش مره يلعب مره ميتون ما يلعبش ماتش كامل معناها وبالنسبه للفرجاني ساسي حسب رايي ماهوش كومبيتيتيف معناها حسب رايي المنتخب لازم جوير كومبيتيتيف يلعب من اول ماتش معناها كان مش نمشيو لكوب دافريك احنا باش نقعدوا نستناو حتى يحضر ما نصورش حاجه كبيره حتى كي باش يحضر مش 100% كما كان قبل الاصابه مع الزمالك. واضح يعطيك الصحه شكرا لك وليد. نستقبلوا التليفون الموالي معنا مراد. اهلا بك مراد. اهلا اخويا بارك الله فيك وربي يعزك اخويا. منين تكلم فينا مراد؟ والله نتكلم فيكم من سوسه تكتيك.
مرحبا بك. باهي قبل ما نكمل نستقبله ونحكي معاك مراد على القائمة، نذكر السادة المستمعين 71 725000 هو رقم اللي تكلمونا به تعطيونا رأيكم في قائمة المنتخب الوطني التونسي، خروج فخر الدين بونيس بن يوسف المفاجئ، كيف ابقاء على مارك لامبت، شكون الأسماء اللي تشوفوها كانت نجم تكون موجودة في القائمة؟ تقريبا هذه من الأسئلة اللي نطرحها عليك مراد. خويا العزيز بالنسبة لي يعني وبالنسبة للقائمة، النهار تفهمتني ولا معناها اللي تولي ما تماش ما عادش تم محاباة في الكرة في تونس، وكل فهمتني فريق وكل جمعية فهمتني ولا تاخذ حقها، تولي عندنا منتخب تونسي قوي ونولوا فهمتني ولا نواجهوا به معناها سواء على المستوى العالمي ولا على المستوى العالمي. ايوه ايوه فسر لي ايش معناها الكلام هذا، شكون مش قاعد تاخذ حقها لتوال زعما؟ لا 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 لتوال هي بس ما تحقش باش تاخذ حقها، ما تم برشا جمعيات اخرى فهمتني ولا حقها مهضوم. اعطيني شكون؟ اعطيني مثلا تيليكليب، مثلا في جي اس كا، مثلا في ما مش عارف اني ما فهمتكش معناها تشوف جوالات من الجمعيات هذو يكونوا موجودين ولا شنو؟ ينجموا يكونوا موجودين على من جي اس كا. شكون مثلا من جي اس كا؟ من جي اس كا هو لا اله الا الله محمد رسول الله، هو الفرجاني ساسي مصعب ساسي. باهي بلاصته شكون نجم يكون مصعب ساسي معناها تشوفه انت؟ والله لا اله الا الله محمد رسول الله، لا الاسامي ما نحفظهمش بالكدا هذاك علاش. فما فبلاصته هو فما نعيم السليتي، وهاب الخازري، يوسف المساكني، بسام السرايف، انيس البدري، ملاعبيه شكون تنحي منهم انت تحطوا مصعب ساسي؟ نحي انيس البدري، خاطر انيس البدري مش كيما اول ما جاء مش كيما توا حاليا يلعب، لانه الروندمون نتاعو تاح. وفي الجامعه وبالنسبه للجامعه التونسيه فهمتني ولا ثم محاباه، معناها ثم اسماء تجيبها، هذا ينتمي لفلان وذاك ينتمي لفلان وذاك ولد خال فلان وذاك ولد عم فلان، هذاك كيفاش فهمتني ولا يتصرفوا مع القائمه. الان جيراس ما عنده ما يدوخ في السوق راه ثم فهمتني ولا وحيد اخرين يتصرفوا، معناه يتصرفوا هما. شكون الجامعه ولا تقصد ولا شكون؟ الجامعه 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 بطبيعه الحال نقصد. هذوما معلومات ولا تخمينات تقولي فيهم معناها؟ لا تخمينات مش معلومات، معلومات في حاجه. ايوا خاطر ما لازمش لا نقولوا اللي يجي. لا وبالنسبه لفخر الدين بن يوسف معناه يزيه فيه البركه، اني واحد من الناس فهمتني ولا ما خرجوا على خاطر فخر الدين بن يوسف هو فهمتني كنترول ما يعرفش يركح الكره. فخر الدين بن يوسف كي تجي الكره الرجلي فهمتني يبدا يلوج شكون يعطي باس لصاحبه. اما مراد ما لازمش ننساو اللي فخر الدين بن يوسف مثلا في المونديال كان من بين افضل الملاعبيه، تقريبا الملاعبيه كل ما جاوش المونديال الا هو وبرون معناه وبعض الملاعبيه الاخرين معناه. صحيح صحيح في هذين وفقك الراي، اما مش ديما البشر مش يبقى قوي. اخذاه فخر الدين بن يوسف، اخذاه فرصته، اخذاه وقته، 6 سنين مع المنتخب فهمتني ولا التونسي، ثم توا حاليا شكون اللي خير منه؟ فهمت كيفاش؟ وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي فهمتني ولا في تونس هذه العزيزه الباهيه اللي نحبوها، ان شاء الله يا ربي تولي ثم عداله كرويه، نهار اللي تولي ثم عداله كرويه نولوا من احسن المنتخبات على المستوى العالمي. كيف بعد تقصد عدالة كروية بالجمعيات هكا؟ من الكليب شكون قلت لي تشوفه كان يكون موجود؟ من الكليب مثلا كان ينجم يكون موجود السرافي. اي موجود السرافي ما بسام السرافي، احمد خليل عدى بارتي تبارك الله عليه البارح، عدى بارتي بالكدا البارح، عدى ماتش باهي ما رجع من اصابه، كيف احمد خليل لعب تقريبا زوج مقابلات، لكن باللي يبقى فهمتني ولا طالون به احمد خليل. معقول عندك زاده ملك زاده ولد بلادك خاطر احمد خليل؟ لا والله لا والله والله العظيم توصل كل عندي كيف كيف بيه. 24 ولايه دوكم بكلهم ولايتي وكل نحبها ما دام فهمتني درب تونس وكلنا تونس راهو. معقول وعندك زاده العيادي غازي البارح حتى في الدربي ما شفناهش غازي العيادي. يا اخي احنا مش نحكموا على بارتي واحده، ما نحكموا على باركور كامل نتاع الجوار. معقول معقول ياس. اي ما نحكموش احنا على بارتي، وخويا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. واضح، شكرا لك مراد، يعطيك الصحة على تليفونك. نذكر السادة المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725000 تعطيونا رأيكم في موضوع حصتنا اليوم، قائمة المنتخب الوطني التونسي، قائمة ألان جيريس، 71 725000 هو الرقم اللي تكلمونا عليه. فخر الدين بن يوسف مفاجأة خروجه من القائمة نتاعو، حتى اللاعب عمل رياكسيون على الصفحة نتاعو على الانستغرام، قال أكيد ظلمت بعد مقابلة تقريبا 45 مقابلة لعبهم مع منتخب الوطني التونسي، يقع الاستغناء عليه بطريقة يمكن ما قبلهاش فخر الدين بن يوسف، ممكن كان ينجم حتى المدرب الوطني يحكي معاه شوية
يقنعوا باسباب الاستغناء عن خدماته. كيف كيف على لاعب شاب يلعب في المانيا صحيح، يلعب في ليفركوزن في الفريق الثاني في المانيا، من مواليد سنه 2001، مارك اللامتي 18 عام، اول مره في المنتخب الوطني التونسي، اول ستاج جمعتين تقريبا قعدهم او اقل حتى 10 ايام مع اصحابه، يكون موجود في تظاهره بقيمه كاس افريقيا 2019. نحكي بتبيع على مارك اللامتي، هل انه تشوفوا لاعبين اخرين كانوا نجم يكونوا موجودين في القائمه نتاع الان جيريس، كيما ناس تحكي على سعد بقير المترجي، كيف كيف ياسين شماخي من الكلوب، ملك بعيو فراس بالعربي، كيف كيف كنا نسمعوا مستمع نتاعنا كان يحكي على فراس بالعربي، كيف كيف من السي اس اس حمزه المثلوثي، علي الدين المرزوقي، كيف كيما قلت نجم تكلمونا على 71 725 الف. تعطيونا رايكم في الموضوع هذا، نستقبلوا نجيب معنا بالتليفون. اهلا بك نجيب. سلام اخوي، تحياتي لك وتحياتي لاسبريس افيام اخوي. مرحبا بك، منين تكلم فينا نجوب؟ يعني من قروان اخوي. اهلا وسهلا، عندنا باهي مستمع فني هذا من قروان، مسموع اكسبريس في القروان؟ ايه مستمع توا في اذاعه اكسبريس افيام. مرحبا بك. باهي شنو حبيت تقول؟ اخوي والله حبيت اقول مثلا احسن لاعب في النجم الرياضي الساحلي هو ديالي محمد رسول الله نتاع صفاقس، خذيته مع صفاقس. ماهر الحناشي. ماهر الحناشي هذاك يستحق باش يمشي للفريق القومي. تحب ليتوالي ولا الشبيبه انت ساح ولا عندك جمعيه اخرى؟ لا لا والله نحب الشبيبه اخويا. اما عجبني اخويا من عز الجواريات اخويا عدى صحيح عطاها كبير ماهر الحناشي والله ما نكذبش عليك، من عاش وضعيته القانونيه ينجم يلعب مع المنتخب التونسي ولا لا، خاطر ظهر لي مانيش متاكد لعب ماتش مع منتخب ليبيا قبل. ايوه تحسه هو ملاعب تحسه صغير تبارك الله، عطاه برشا معناها النجم الهذا الساحلي وتبارك الله عليه. رغم اللي كبير شويه في العمر لكن هذا امتياز كبير. ونجم يكون يعطي الاضافه، نجم يكون يعطي الاضافه سامحني للفريق القومي معناها عنده روح وتبارك الله عليه. كيف كيف مع السي اس اس كان يقدم ماتشات كبار، رغم اللي ظهر لي يمشي صغار حتى يزيد في العمر العطاء نتاعو ما يقلش. ما يظهرش حتى كبير في العمر معناها لاعب ممتاز جدا. تشوف كان الحناشي انت كان نجم يكون موجود؟ نجم يكون جدا تاع النادي الافريقي اللي حكوا عليه تو شماخي، راجع من الاصابه مش شماخي، احمد خليل. احمد خليل اي ولد بلادك عاد القرابه الكل تحكي على احمد خليل. فخر الدين بن يوسف شنو رايك؟ فخر الدين بن يوسف والله العظيم فاجئوني يا اخويا. مفاجأة باش نحو تبارك الله عليه معناها عز عاد كاس عالم معناها تبارك الله عليه معناها نورمال ما نعرفش امور فنيه امور واحد يستحق برجولي باش يمشي لفريق قوي. واضح، شكرا لك نجيب. نستقبلوا التليفون الموالي، نذكر السادة المستمعين 71 725 الف هو الرقم اللي تكلمونا عليه. من ايطاليا تليفوني جينا من عند محمد، اهلا بك محمد. اهلا عايش. تحية ليك محمد، من ايطاليا تسمعوا فينا؟ نسمعوا فيك. مرحبا بيك. باهي محمد شنو حاب تقول على القائمة نتاع المنتخب؟ القائمة نتاع المنتخب ثم ليهم قصة، مثلا أنا كليبيستي، لكن باش نقول لك كلمة، علاش الحربي ما ينادوش؟ لأنه أحسن لو نسمع حسب ما نسمع البرنامج أحسن هداف هو في البطولة البلجيكية. حمد الحربي. علاش نحبوا من الفريق القومي يكون ما فيش انحيازات له، علاش ما يعيطولوش؟ هي موضوع كبير وموضوع اخر هذا يا حمزه الحربي، ظهر لي تحكي فيه برشا مرات، يبدو ان العلاقه ما تعداش بينه وبين الجامعه، بينه وبين الملاعبيه، يبدو ان الكره ما يتعداش برشا بيناتهم. بون واضح انه سبب استبعاده ماهوش كروي يعني واضح. مصلحة الفريق. صحيح. مصلحة الفريق. صحيح. تشوف انت حمزه الحربي كان لازم يكون موجود في المنتخب. اي نشوف فيها حسب ما نسمع عليه هو احسن هداف، نعم نلوج على مصلحه تونس ومصلحه الفريق القومي. ايش بيه؟ ما هو غلط، هو غلط صحيح غلط مره نسامحوه، ايش بيه؟ معقول هذا اللي حبيت تقوله محمد؟ عندكم شي صغيرات في ايطاليا كما ما كلمتي. والله ايش تنقول لك الموجود الباهي اللي ثم فخر الدين بن يوسف يمكن قلت لك محمد محمد عندكم شي صغيرات في محمد تسمع فيها محمد ولا واللي معنا نشوف فيه هنا محمد تسمع فيها نسمع فيك قلت لك عندكم شي صغيرات في ايطاليا باهين كما ما تكلمتي هكا نجيبهم من المنتخب والله تشوف والله هنا ما نتبعش ياسر مثلا حكايه الصغار هنا وكل شيء تعرف انت ممكن موجود والله يعطيك الصحة احنا ما فيهاش شكرا لك محمد نستقبل تليفون الموالي معنا فوزي اهلا بك فوزي
عسلامة، شنو أحوالكم؟ كل عام وانتم حيين. أهلا وسهلا، منين تكلم فينا فوزي؟ نتكلم فيك من السقف. مرحبا بيك وبكل أحباب كل مستمعينا في صفاقس. أعطينا رأيك في قامة المنتخب فوزي. والله إيش نقول لك، أنا السيليكسيونير وقت هز المجموعة هذه كلها حتى واحد ما يشك في قدرات اللاعبين اللي اختارهم، ولكن ثم إن استراتيجية قبل كانت تصير. كانت عندنا قبل، أنا عمري توا 57 سنة، وكانت قبل في 78 نتفكر بالباقي كيفاش كانت عندنا ديزيكيب ناسيونال ريجيونال على مستوى الساحل، على مستوى صفاقس كانت عندنا قرقنا والرلوي والملعب الصفاقس يقول لها الصياط مازالوا موجودين في بالي في الشبان كهو، ولكن كان وقتها في الناسيونال في الشبان كهو مازال. ده إيش كانوا يعملوا قبل؟ كانوا يعملوا إن الكيب ريجيونال وصل نتفكر في قبل ما تمشي اللي كنا سمعنا في 78 لفرنسا جيت عملت ماتش اللعب مجيد الشتالي اللي في التدشين بتاع الملعب طيب الميري بالجازون بالأول كاسفة وعمل ماتش كونتر الكيب ريجيونال دي فاكس. وكانت عند قبل الملعب السوسي والمستير والإطوال كانوا عندنا إكيب ريجونال، وكان قبل عندنا المرسى وحمام لنفو والملعب التونسي. كانت هنا تصير السيليكسيون ريجونال مقبل وبعديك تصير لا سيليكسيون جنرال. واضح نيزم حتى واحد يقدح في خيارات الممرن. أما خرجت بينا شوية على الموضوع هذا اللي حبيت نعرف، ما عادش عندنا برشا وقت، حبيت نعرف رأيك بإيجاز في القائمة تاع المنتخب. القائمة متاع المنتخب فيها وعليها وفيها بعض الملاعبية اللي ما استدعهمش السيد السيليكسيونير مظلومين. مانيش ولد خاطرني من عشاق السيسيس، أنا حمزة المسلوطي نسميه أن كومبيتون يجي معين بالباهي بالباهي بالباهي. والدليل على ذلك الباركور اللي عملوا ديرون توت الشامبيونا والكوب والكاف وإلى آخره. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. تسعة تعليل هكا وصلنا لنهاية تحديثنا سبور اليوم. كان موضوعنا كما كنا نسمعوا المنتخب الوطني التونسي وقائمة كان، أكيد تتقابلوا غدوة في نفس التوقيت 8-9 تعليل في حديثنا سبور مع موضوع آخر أكيد مع زميلي أنيس. صاحبيني ليتكم زينا الناس الكل.